أذكر أحد القضاة يقول جاني، ترى يرويها لي بنفسه يعني، يا سلام. يقول جاء واحد في عربية مقدم شكوى، والشكوى طبعا الآن ما شاء الله تطورت، أنا ما قصدت تكتب شكوى مباشرة وإلى آخره، من أول لا تروح تكتب شكواك وكذا. طيب يقول قال له وشكواك؟ قال أنا أشتكي فلان. قال وش تبي منه؟ قال إنه ناظلني، صايبني بعين، وأنا مقعد الآن بسببه. أعوذ بالله. يقول قلت له ما يخالف، طبعا مدام قدم دعوة لازم تنظر فيها، إذا قدمت الدعوة لابد أن ينظر فيها مهما كان. يقول مشكلة فلان هذا اللي هو يتكلم عنه رجال نقشر وسلطة ما أحد يقواه ولا أحد يقدر يناقشه ولا أحد يقدر يخذ يعطي معه، ولذلك هم ما قدروا له، فجاي يشتكيه لأنه عانى في. يقول قلت ما يخالف. يقول استدعيت فلان، والقاضي ذكي وذكي جدا حقيقة، قال لها يا فلان، قال وش عندك يا شيخ، وش عندك وراك مناديني وكذا، وراك شور وايد كاشف. انا ابى اقول لك اللي جاء اللي ذا، لكني ترى ما سجلتها رسميه، هي شكوى لكن ما سجلتها رسميه ولا ابغى اسجلها رسميه. قال وش الشكوى؟ قال هذا واحد يقول انك صايبه بعين. هذا قال لا تركد تركد تركد، انت بين امرين الان، يا خليها رسميه، لكن رسميه ترى بتنتشر بين وارد وصادر، نعم، وبين وقفه واخذ وعطى مع الناس، كل بيدري وكل بيدري، ولا رجال طال عمرك بي ترتب الامور، ورتبها انا وياك بهدوء تام، ولا على ما قال يدري ما شاء الله عليك كويس. اي قال هو والله يفكر، ولا مو بسهل هو في يعني القريه اللي هو فيها مكانته مي بسهله. قال لي تشوف يا شيخ. قال الشيخ اجل وله مجهز سطل. قال اجل خذ هالسطل توضا وضوءك للصلاه. والله وقام توضا وغسل ورتب اموره، يوم خلص وذا قال خلاص توكل على الله، انت انتهينا، انت بالنسبه لك انتهينا. ما علمه من اللي شاكيه ولا مره، لا بس قال عليك شكوى كذا كذا. ايه ايه جاء الرجال، نادى الرجال، لا نادى الكاتب عنده، كان عنده كاتب كبير في السن شوي، والكاتب يمشي بعصا يعني مو يقول جاء الكاتب قال ولا ما قال هذه الموية أبيك تأخذها وتوديها لفلان بدون ما يدري أحد. ولا طبعا الكاتب شايف إن عارف إيه حاضر الوضع كله. قالت تكفى ابي منها كويس، ها ابي منها كويس تكفى. اي والله قال ابي منها كويس بس كاس واحد. لا حول ولا قوه. يقول ناظرك وراه، قال والله اخاف انها منها ما ادري. لا قال هذا، قال خذ كاس ما يخالف وده هذا. قالوا فلان فلان انا نظم الحركه. لا هو ترى اعرج على الكلام اللي انا اقوله الان. قال المهم وصله لفلان، خذ لي تبي وصله لفلان، لا يدري احد عن ال وصله. وذا يقول والله انا من بكره جايني هذا بعكازات اللي كان على العربيه، شوفي يعني جابت اثر. وابو عصا لا لا هو ولا الثاني كله، بس هذا اللي صارت على ما قال وافقت له. اما انا شايف الرؤيا، او انه يعني صحيح. الشاهد في الكلام انه الان يعني مثل هالحادثه، نعم احنا نشوف كثير من الناس يلقوا العين طقتها الروعة. لا ما وهذا خطأ، ترى العين ما سبحان الله اللي يخاف منها نعم تصيبه، وإن لم تصبه أوهم نفسه نفسيا أنها صائبته، أنها صابته صحيح. ولذلك كثير من اللي يقرؤون الآن يقول والله ما فيه عين، والله اللي فيه بس نفسيا نعم. هو يعتقد أنه منظور. وأنا أقول للجميع لا توهم نفسك ان فيك عين، لا عش حياتك طبيعي، انطلق في حياتك، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، مع فعل الاسباب عقلها وتوكل. نعم. لكن لا فلان
والله ما ذا المبنى زين يا اخي اذكر الله يا اخي اذكر الله يا اخي اذكر الله لا 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 اكتب ربما هو يذكر الله مباشره. ايوه والاجمل منها والاجمل منها بتوافقني ابو عمر ولا لا تتحصن ان لا انك انت تذكر الله قبل مثل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا شفت الشيء اللي يعجبك اذكر برك نعم خل اللي معك يطمئن ويرتاح نفسيا نعم. وينبسط ويعرف انك والله ذكرت الله سبحانه وتعالى. فانا اقول لا نخاف من العين لان الخوف خلانا كاننا مصابين بها نفسيا نعم. وهو غير صحيح. وفي نفس الوقت نتحصن وانت اللي اعجبك شيء اذكر الله سبحانه وتعالى كلما اعجبك شيء. فمثل هالقصه هذه تبين لنا ان الناس فعلا يعني قد يبالغون احيانا وتبين لنا ايضا حكمه مثل هذا القاضي الجميل الرائع. اسال الله عز وجل ان يسعده في الدنيا والاخره.